Trifiems TV. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا النقل المباشر للمباراة اللي كتجمع بين فريقي جيف ام اس بفريق أكاديمية الاتحاد الرياضي لبوسكورة هنا بالملعب البلدي بحال الحسني بملعب محمد الحبيب الزمراني. انطلقت المباراة منذ حوالي دقيقة واحدة، دائما التعادل صفر لمثله بين الفريقين. المباراة اللي كتجيف برسم الدورة 17 من بطولة شالنج للأكاديميات والأندية هنا بمدينة الدار البيضاء. أعطي للمشاهدين الكرام تشكيلة الفريقين. فريق أكاديمية جيف ام اس الإيفواري كيدخل بالتشكيل التالي: حراسة المرمى الحارس كواكو، مدافع الأيمن ماغي، مدافع أيسر كريستيان. هذه هجمة للفريق الإيفواري واللاعب سيلا يقذف الكرة وكتمشي فوق المرمى. قلت بأن الفريق جيف ام اس كيدخل بالتشكيل التالي: حارس كواكو، ماغي كمدافع أيمن، كريستيان كمدافع أيسر، ناموري وإسماعيل كقلبي الدفاع. بالنسبة لخط الوسط كيتكون من كل من اللاعب يوسف العويد اللاعب المغربي صفوف الأكاديمية الإيفوارية، أيضا هناك اللاعب صديقي بالإضافة لديالو واللاعب عباس. في الهجوم كيتكون من كل من المهاجم سيلا وايضا اللاعب موسى رقم 10 عميد الفريق. بالنسبه للاحتياط فريق اكاديمية جيف ام اس كيتكون من كل من اللاعب ديابي، كادر، مامادو، يوسف وايضا اللاعب صماسي. مدرب الفريق هو السيد مامادو بيرتي وهو في نفس الوقت رئيس الفريق. التشكيل اللي كيدخل به فريق أكاديمية الاتحاد الرياضي لبوسكورة كيجي كالتالي: حراسة المرمى الحارس الوردي، كمدافع أيمن اللاعب سهيل. هذه هجمة الفريق ديال جيف ام اس لكن القذفة ديال اللاعب موسى كتصطدم أحد اللاعبين وكتمشي عند الحارس الوردي. قلت بقية اللاعبين: سهيل كمدافع أيمن، بطاط كمدافع أيسر، العمراني وأيدادا كمدافعين متأخرين. بالنسبة لوسط الميدان ديال فريق اتحاد بوسكورة كيتكون من كل من اللاعب بن دحمان والخادير بالإضافة للاعب الحميدي. في قلب أو في خط الهجوم فهو كيتكون من ثلاث عناصر وهم لاعب أيد الحاج كمهاجم أيمن، واللاعب زكي نصر كمهاجم أيسر، واللاعب الهاشمي كقلب هجوم صريح. بقية احتياط او بقية لاعبين الاحتياطيين لفريق بوسكورة اتحاد بوسكورة كيتكون من كل من الروابزي، الحسناوي، اغريب، العالمي وصديق. مدرب الفريق يعني فريق بوسكورة هو السيد زكي حسن. تحكيم او لا يقود هذه المباراة الحكم سيد محمد خطار من عصبة الدار البيضاء. انطلقت المباراة حوالي 4 دقائق، دائما تعادل صفر لمثله بين الفريقين. اعتقد بان هذه المباراة غتكون مباراة في غنشاهد فيها هدف وهدف كثيرة بحكم ان فريق جيف ام اس هو فريق كيحتل للمرتبة الثانية في ترتيب هذا الدوري ديال شارانج خلف
فريق النهضة الصطاسية بفارق نقطتين، واليوم كيسعى انه يخرج بنتيجة الانتصار بثلاث نقاط باش دائما يبقى في السباق، ولما لا يتصدر ترتيب ديال هاد المجموعة. لذا اعتقد بان المباراة غتشهد العديد من الاهداف. اذكر فقط قبل ان اعطي الكلمة للزميل ديالي برترون، اذكر فقط بان الفريق ديال جيف ام اس كيحتل المرتبة الثانية برصيد 37 نقطة خلف نهضة سطات بنقطتين، يعني فريق نهضة سطات عنده 39 نقطة، حين ان فريق اتحاد بوسكور اتحاد الرياضي البوسكور اكاديمي اتحاد الرياضي البوسكور كتحتل المرتبه الاخيره بثلاثه نقاط فقط. وهذا ما قلت غادي يجعل هذه المباراه مباراه هامه. فريق يسعى للتصدر صبور الترتيب، وفريق اخر يسعى الى الهروب من المناطق المقربه. لذا اعتقد ان المباراه غتكون مباراه ممتعه ومباراه شيقه. مشاهدي الكرام واليك الكلمه زميلي برتران. Oui, bienvenue ici dans cette rencontre de challenge qui va donc qui oppose en ce moment l'équipe de GFM's Academy à l'académie de Bouskoura. Donc le score est toujours de 0 but partout. Nous sommes pratiquement rendus à la cinquième minute de jeu. Et on a quand même une équipe de GFM's remaniée, une équipe remaniée. Mamadou Berté a dû revoir un peu la copie pour essayer de donner un peu de temps de jeu à certains joueurs. On voit qu'il joue avec une défense à 3. Pendant qu'on va d'abord essayer de commenter cette action avec Moussa qui entre entre 2-3 joueurs, qui va frapper certainement et but, un but à 0, 6ème minute de jeu, et Moussa ouvre le score. Voilà, c'était évident que je commente d'abord ce but avant de vous donner la composition de l'équipe de GFM's. Je l'ai dit, c'est une équipe remaniée totalement pour donner du temps de jeu à certains joueurs, dont Kwaku reste, n'est-ce pas, le titulaire dans les buts, une défense à 3 avec Namori, Ismaël et puis Diallo. Et puis à droite, on a décalé voilà, on a décalé à droite le Dossard 4. Magui. Voilà, on a décalé Magui à droite. Et puis juste devant, on a Christian à gauche. Voilà. Et puis après, on a Abbas. Oui, au milieu de terrain, déjà, il y a Abbas qui est là avec Moussa. Et puis Sidiki, et puis Youssef qui fait donc, n'est-ce pas, l'une de ses premières titularisations dans cette équipe. Il ne joue pas beaucoup Youssef, mais là il va profiter aussi de ce match pour pouvoir gagner un temps de jeu et montrer ce dont il est capable. Alors Christian qui va essayer de partir sur le côté gauche, il va perdre ce ballon qui bénéficiera donc à l'équipe de l'Académie de Bouskoura. Un but à 0, un but à 0. Oui, avant de revenir aux attaquants, il faut noter que Sylla est titularisé en lieu et place de Diaby. Attention, Sylla qui a essayé de chipper ce ballon qui allait entre les bras du gardien de but. Voilà, Sylla a donc pris la place de Diaby en attaque pour débuter cette rencontre. Et puis on a Moussa, dont je l'ai dit, Mamadou a essayé de revoir aussi le système parce qu'on a un système de 4-4-2, deux attaquants. Moussa va jouer en faux juste derrière, Moussa va jouer un peu derrière Sylla parce que c'est un joueur qui bouge beaucoup. De temps en temps, vous pouvez le voir sur le côté et il peut, n'est-ce pas, jouer comme il l'a fait tout à l'heure sur le but. Alors Moussa sur le ballon, le capitaine, il va revenir vers Diallo qui va récupérer ce ballon qu'il transmet à Namori. Il bouge très bien comme il a l'habitude de chercher Sylla. Le ballon est très profond et va bénéficier au gardien de but de l'Académie de Bouskoura. Voilà, Bouskoura qui essaye de ressortir le ballon. Ça va jouer sur le côté gauche. On revient à l'intérieur. Encore ce côté gauche. Et le ballon va être perdu très vite. Moussa, ça va aller, n'est-ce pas, avec ce petit jeu de double contact. Et il va faire une faute. Moussa.
ça va donc être un coup franc pour l'équipe de l'Académie de Bouskoura, qui pour le moment est menée au score 1 but à 0. ساعات الدقائق اللي مرت على بداية المباراة وتغيرت هنا النتيجة بملعب محمد الحبيب الزمراني، بحيث أن فريق جيف ام اس تمكن من تسجيل الهدف الأول في حدود الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب موسى عميد الفريق. موسى هذا اللي كما الهدف جاء بمراوغات جيدة اللاعب موسى وقدفة قوية من خارج منطقة العمليات، قدفة قوية بالرجل اليسرى كيركن الكرة في الزاوية في الزاوية 90 من مرمى الحارس الوردي، حارس مرمى فريق أكاديمية اتحاد الرياضي بوسكورة، معلنا بذلك عن أول الأهداف. كما قلت هذه المباراة تشهد أهداف كثيرة وغزيرة، وأن فريق جيف ام اس متأكد أنه ربما اليوم تقدر تكون الحصيلة كبيرة بعد شيء. وكنتمنى ان فريق الاتحاد الرياضي البوسكوره انه اليوم يكون منافس قوي وند قوي للفريق جيف ام اس. وراكب تشوف الجاري اليسرى عند لاعب كريستيان، تمريره عند لاعب سيلا يراوغ عند يوسف العويد في الجهه اليسرى عند كريستيان، يعيد الكره ليوسف، تمريرات بينيه محكمه بين اللاعبين اكاديميه جيف ام اس. موسى أولاد عباس تمريرات بينية عند لاعب صديق عند يوسف أشوى اللاعب المغربي في صفوف كما قلت أكاديمية جيف ام اس. هناك استحواذ في هذه الأوينة في الكرة، استحواذ الكرة من طرف لاعبين أكاديمية جيف ام اس. تمريرة جميلة هذه من موسى، الحكم السيد محمد الخطار كيعلن على تسلل. نعم كان هناك بالفعل كان قرار صائب للسيد محمد خطار، كان هناك تسلل للاعب اعتقد سيلا، التمريره كانت جميله ديال اللاعب موسى ولكن كان هناك تسلل والحكم اعلن على تسلل لمصلحه فريق بوسكورة. ضربه خطا كينفذها المدافع الاوسط اعتقد لاعب ايدادا اتجاه وسط الميدان، والحكم يشير الى خطا في وسط الميدان لمصلحه فريق اكاديميه اتحاد الرياضي بوسكورة كيتنفذ. هناك رقابه لصيقه من طرف لاعبين اكاديميه جيف ام اس على كل لاعبين ديال بوسكورة، كتقطع الكره كتمشي في الجهه اليسرى اعتقد اللاعب صديق سيدكي، ولكن الكره كتمشي عند الحارس الوردي بسرعه باليد ديالو، كتضيع الكره كترجع عند فريق اكاديميه جيف ام اس عند اللاعب ديالو وسط الميدان ديالو، كتضيع منه الكره كتمشي مجددا عند الفريق بوسكورة. موسى مراوغه ممتازه ديال موسى كيتوغل وسط منطقه العمليات وكيخرج حارس الوردي كل اريحيه وكيلتقط الكره ديالو. لاحظ كما قلت هناك ضغط عالي من فريق اكاديميه جيف ام اس كيفرضوا على اللاعبين ديال اكاديميه بوسكورة في وسط او في منطقه العمليات ديالهم، والشيء اللي كيخلي فريق الاكاديميه ديال بوسكورة ما كما نقولوا ما يدوروش الكرات بيناتهم بشكل جيد، يعني كيمنعوهم او كيجبروهم على انهم ما يخرجوش كره من المناطق ديالهم. كريستيان في الجهه اليسرى عند يوسف العويد، مراوغة جيدة من يوسف عند ناموري، ديالو عند عباس، تمريرة ممتازة عند سيلا كينفر بالحارس كيراوغ ضربة جزاء. أعتقد أن هناك ضربة جزاء، الحكم ما أعلنش على ضربة جزاء، كانت تدخل واضح من الحارس الوردي في حق اللاعب مهاجم أكاديمية جيف ام اس لاعب سيلا اللي سقط على الأرض. الحكم ما اعلنش على ضربة جزاء. نعم كتبقى كنحترموا القرارات ديال التحكيم، لازم على الحكم انه يوقف المباراة لاعطاء الاسعافات للاعب سيلا اللي سقط على الارض. اعتقد ان الحكم لازم عليه السلامة ديال اللاعبين هي الاولوية في
الروح الرياضيه هي الاولويه. لازم الحكم سيد محمد الخطار انه يوقف المباراه من اجل اعطاء نعم اعتقد انه في هذا الوقت الحكم كيوقف المباراه لاطمئنان على سلامه المهاجم اللاعب سيلا، مهاجم سيلا اللي انفرد بالحارس، ولكن كان تدخل من طرف الحارس الوردي والحكم السيد محمد الخطار يعلن على مواصلة المباراة. ضربة شرط كيتنفذ من اعتقد لاعب سهيل، لكن الحكم كيأمر بإعادة تنفيذ الشرط. كريستيان ناموري حارس كواكو عند اللاعب اسماعيل في الجهة اليمنى عند ماغي تمرير ممتازة في اتجاه سيلا كياخذ كرة ديالو. كاد يكون الهدف الثاني عن طريق اللاعب سيلا المهاجم الصريح العملاق، لاعب جيد لاعب سيلا، ولكن الكرة ديالو مرت سنتيمترات قليلة على القائم الأيسر أو العمود الأيسر من مرمى الحارس الوردي، وكاد يكون الهدف الثاني في حدود الدقيقة 12 من انطلاق المباراة، وبالتالي كيضيع هدف ثاني محقق عن طريق اللاعب سيلا. كرة في الجهة اليسرى عند اللاعب كريستيان وسط الميدان صديقي يعيد كرة الخلف عند ناموري اسماعيل عند موسى الجهة اليمنى ماغي تمريرات ممتازة كيلعبوا بأريحية اللاعبين ديال الفريق جي في اس اكاديمي كيلعبوا الفريق ايفواري كيلعب بأريحية وكيلعبوا بنقلات وتمريرات ممتازة وجيدة، واعتقد ان هاد المباريات مثل هاد المباريات هي مباريات رسمية، يعني مباريات ديال البطولة ديال تشالنج اللي كتعطي ان اللاعبين يكون عندهم انهم يمارسوا على مستوى عالي، وايضا كتعتبر هذه المباريات بالنسبه للفريق جي في ام اس بمباريات اعداديه، لانه في بدايه شهر مايو المقبل ان شاء الله فريق جي في ام اس غادي يشارك في الدوره الدوليه او الكاس النخبه الدوليه العربيه اللي غتقام بدوله الامارات وبالضبط بمدينة دبي في الفترة المتراوحة ما بين الثاني من مايو المقبل إلى غاية الخامس أو السادس منه هناك بدبي بمشاركة 16 فريق ينتمون إلى دول مختلفة. كأس النخبة الدولية اللي كانت هناك دعوة رسمية من المسؤولين ومن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وأيضا من مجلس دبي الرياضي لكرة القدم هناك بدولة الإمارات بالإضافة إلى شركة دلتا اللي كتعمل في تنظيم المباراة والتظاهرات الرياضية العالمية والدولية، أن كانت هناك دعوة رسمية توجهت الأكاديمية ديال جي في ام اس هنا بالمغرب للرئيس ديالها كما قلت السيد ماما دوبرتي، توجهت لهم دعوة رسمية من أجل المشاركة في هذه الدورة الدولية اللي غتكون ربما غتعطي إضافة كبيرة لهؤلاء اللاعبين الصغار، وأعتقد أن العديد من هؤلاء اللاعبين غادي يقولوا الكلمة ديالهم في الدوري الدولي في الكأس الدولية، وربما أعتقد بأن العديد منهم غادي من هاد اللاعبين الأفارقة الإيفواريين وأيضا البوركينابيين وأيضا الكونغوليين وأيضا اللاعب المغربي أيضا يوسف العويد، ربما العديد منهم غادي يوقعوا في كشوفات بعض الأندية الإماراتية هناك، لأن كانت تعرف هذه الدورة مشاركة أربع فرق كبيرة في البطولة الإماراتية وهم كل من النصر الإماراتي وأيضا الأهلي الإماراتي بالإضافة إلى فريق حتى الإماراتي، وهناك أيضا فريق رابع إماراتي
اللي ربما هو قلت النصر الإماراتي والأهلي الإماراتي أداء جميل هذا الهدف سوبر بيت نيس با مون امي برتران. Oui, très beau but de Moussa. Moussa qui vient donc d'aggraver le score là tout à l'heure. Ça fait 2-0. C'est absolument sans surprise parce que l'équipe de GFMS est en train de dérouler le match depuis le début. C'est l'équipe qui possède beaucoup plus de balles. C'est l'équipe qui essaye de combiner un peu plus. C'est l'équipe qui défend bien également. C'est l'équipe qui tactiquement est au mieux. Donc le score ne surprend pas beaucoup. 2-0. Et l'homme de cette l'homme qui mène cette l'homme qui mène cette rencontre, c'est pratiquement Moussa, parce que Moussa, il est au score auteur de 2 buts, et également il est l'homme qui voilà, qui a marqué à peu près les mêmes buts, hein, parce que les 2 buts sont un tout petit peu similaires, ces 2 buts pratiquement marqué d'une haute technicité, d'une haute intelligence de jeu et de beaucoup de maturité. Donc 2-0 pour GFMS, pas du tout inquiété depuis le début de la rencontre. On sent que Kwaku, pour le moment, oui, il s'amuse même à ramasser les balles pour les joueurs à côté. Donc pour le moment, Kwaku n'a pas du tout été inquiété. L'équipe de Académie Bouskoura n'arrive pas à flirter les 18 mètres de l'équipe de GFMS. Et vous le voyez, hein, à l'instant, c'est GFMS qui déroule, qui essaye de combiner. On joue en une touche, 2 touches par-là, par-là. Et on essaye de trouver un joueur démarqué. Voilà Diallo qui va encore chercher Moussa. Attention à ce qu'il ne prenne pas ce ballon. Récupération de l'Académie de Bouskoura qui va essayer de ressortir un tout petit peu, mais manque de solution. Déjà, il n'y a pas de mouvement dans le jeu de cette équipe de l'Académie de Bouskoura. D'abord, de deux, les joueurs ont du mal à assurer leur passe. Beaucoup de déchets techniques, mauvais positionnement. Et puis, on prend aussi pas mal de mauvaises décisions en cas de récupération de balles du côté de cette équipe. Donc, c'est normal que l'équipe de GFMS mène au score. Et Namori peut décaler pour Ismaël. Ismaël va chercher à jouer avec voilà, la récupération de l'équipe de Bouskoura qui va essayer de combiner en une touche, ça passe. Décalage sur le côté droit. Erlodo Sadu qui va récupérer ce ballon. Mais l'équipe de GFMS se repositionne très très vite et va, n'est-ce pas, empêcher cette attaque comme ici. Bonne récupération. Et le milieu de terrain de GFMS va s'emparer du cuir. Ça va aller très vite vers l'attaque. Attention à cette balle au couloir. On va chercher Moussa qui va récupérer ce ballon. Oh, cette fois c'est pas passé. Cette fois c'est pas passé. Il a, n'est-ce pas, buté sur le gardien de but de l'Académie Bouskoura qui a repoussé ce ballon en corner. Ça fait un corner pour GFMS. 2-0, doublé de Moussa. حوالي 20 دقيقة اللي مرت على بداية المباراة. 2-0 لمصلحة فريق GFMS الإيفواري. هدف ثاني اللي جاء بطريقة جميلة أيضا من نفس اللاعب المسجل الهدف الأول وهو العميد اللاعب موسى. اللاعب موسى هذا اللي وقع عقد مبدئي مع فريق إماراتي. هو وكل من الحارس كواكو وايضا اللاعب الايسر وترى يوسف. هؤلاء اللاعبين الثلاثه وقعوا عقود مبدئيه مع فريق اماراتي. ان شاء الله غادي يلتحقوا هناك بالديار الاماراتيه في مطلع الشهر القادم، يعني شهر ماي المقبل. كرة في الجهة اليسرى عند فريق بوسكورا، ولكن تمشي الكرة لتماس. تماس لمصلحة فريق الإيفوار. كواكو لاعب إسماعيل. إسماعيل كيبدل الاتجاه عند لاعب ناموري. ناموري كريستيان. كريستيان
سيلا ديالو تمريره طويله في اتجاه سيلا سيلا والهدف الثاني هدف ثالث لمصلحة فريق جي في ام اس الايفواري هدف اللي كيجي في حدود الدقيقة 23 من بداية المباراة كترتفع النتيجة 3-0 كما قلت منذ البداية قلت بأن هذه المباراة غتعرف العديد من الأهداف غتعرف العديد من الأهداف لمصلحة لا أريد أن أقول أريد أن فريق الاتحاد الرياضي بوشكورة أريد أن يكون منافس قوي لفريق جي في ام اس أعرف كفاءات هؤلاء اللاعبين ديال الفريق جي في ام اس أعرف القدرات ديالهم المهارات ديالهم ولكن أريد من فريقنا فريق الاتحاد أكاديمية الاتحاد الرياضي بوشكورة أن يكون ند قوي في المباراة وما يستسلمش لأنك تبقى في الأخير لعبة ديال كرة القدم هناك منتصر وهناك منهزم وأيضا يمكن أن تكون مباراة متعادلة 3-0 بعد مرور حوالي 24 دقيقة من بداية الشوط الأول الأهداف اللي تناوب على تسجيلها كل من اللاعب موسى مناسبتين في الدقيقة السادسة وأيضا في الدقيقة 20 وتمكن المهاجم سيلا من تسجيل هدف ثالث في حدود الدقيقة 23 هدف اللي جاء بطريقة جميلة بعد تمريرة ممتازة من اللاعب ديالهم من وسط الميدان تمريرة طويلة كانت خلف المدافعين اللاعب سيلا العملاق كي هذه هجمة مضادة ولكن الحكم سمح القطار يعني لا تسلل بالفعل كان لا تسلل قلت بأن بحركة جميلة اللاعب سيلا كيرفع الكرة فوق الحارس وفوق المدافعين وكيسجل هدف ثالث هدف لكي يبين على أن القوة ديال هذا الفريق ديال فريق جي في ام اس اكاديمية جي في ام اس اللي كيعمل في صمت وبانه عنده عناصر جيده وبان الثمار ديال هذا العمل اللي قام به الاطر ديال او المدربين ديال الفريق الايفواري وايضا الرئيس السيد ماما دوبيرتو هي اعمال جد جباره واعمال جيده اللي غتضيف النتائج ديالها في المستقبل القريب ان شاء الله واللاعبين بهذا باعتراف العديد من الخبراء كرة القدم وايضا باعتراف العديد من الاطر والمدربين سواء المغاربه والاجانب هؤلاء اللاعبين غيكون لهم باع كبير اللاعبين الايفواريين وايضا اللاعبين الكونغوليين اللي كيتواجدوا في هذا الفريق وايضا اللاعب المغربي يوسف العويد غيكون لهم باع كبير في عالم كرة القدم وغادي يكونوا ان شاء الله لاعبين في المستوى العالي غيلعبوا على كما نقولوا الهونيفو في المستوى الاحترافي الكبير ويكون ربما غيحترفوا في أندية أوروبية الآن بدأت الأندية الخليجية كدولة الإمارات كقطر كالسعودية بدأت كتعطي الاهتمام ديال هؤلاء المواهب الكروية وأيضا هناك تنقيب من طرف العديد من 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 الأندية الأوروبية أيضا على هؤلاء اللاعبين بحيث أن اليوم يحضر كيعلن في هذه الأثناء الحكم السيد محمد خطار على نهاية الشوط الأول رياضي لبوشكورة بثلاثة الأهداف لسفر إلى اللقاء عند بداية الجولة الثانية. GPMS TV Alors, c'est reparti ici pour la deuxième période de cette rencontre entre GFM's Academy et l'Académie Bouskoura. Le score est de 2-0 en faveur des bleus et jaunes. Je rappelle que GFM's Academy est habillé en bleu et jaune et que l'Académie Bouskoura est habillée en blanc et rouge. Donc, nous sommes repartis donc là pour la deuxième mi-temps de cette rencontre qui est, n'est-ce pas, contrôlée par l'Académie
10 FIEMS depuis le début. L'homme du match pour le moment, c'est bel et bien Moussa, le capitaine de l'Académie 10 FIEMS, auteur d'un doublé et un but, deux buts magnifiques. Attention à cette mauvaise passe, de Sile de Diallo. Heureusement, l'équipe de 10 FIEMS va rapidement se repositionner. L'Académie Bouskoura n'arrive pas rapidement à déployer ses attaques et se fait toujours reprendre le plus haut possible. Je rappelle que ici, le match est plutôt à l'avantage de 10 FIEMS Académie, même si l'Académie de Bouskoura essaye, un tout petit peu de ressortir dans cette rencontre. Aucun changement n'a eu lieu depuis le début de cette deuxième mi-temps. Nous jouons pratiquement la deuxième minute de cette deuxième mi-temps. Aucun changement n'a encore eu lieu. C'est toujours les mêmes joueurs. En attaque, côté 10 FIEMS, on a Sila et Moussa. Derrière eux, on a Youssef. On a également Abbas. Et puis, il y a Sidiki qui est également au milieu de terrain avec Sidiki qui est sentinelle au milieu de terrain. En défense, on a trois défenseurs. Il y a Namori. Attention à Abbas qui a raté cette balle. Youssef a failli marquer son premier but de la compétition. Il a piqué ce ballon qui n'est pas entré. Bon, voilà, j'étais en train de rappeler l'équipe de 10 FIEMS qui a commencé cette deuxième mi-temps. C'est la même. Je reviens donc au milieu de terrain. On a dit qu'il y avait Sidiki en sentinelle et puis trois défenseurs, notamment Ismaël, Namori et puis Diallo. Et sur le côté gauche, on a Christian. Sur le côté droit, on a attention à ce centre, c'est bien piqué vers Sila est hors jeu. Sila est hors jeu, l'arbitre a très vite intervenu dans cette action. Toujours 2-0 pour l'Académie 10 FIEMS. 3-0 pour l'Académie 10 FIEMS. Merci. 3-0, voilà, on est parti à la mi-temps avec 3-0. Doublé de Moussa et le but de Sila. Oui, Sila a marqué un but vers la fin de la première mi-temps. Ça fait donc 3-0. Merci de me rappeler le score. Je vais te passer la parole très rapidement pour que tu continues de commenter cette deuxième mi-temps. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا هنا على قناه الفرابي. ما خلونيش حتى نعطي التقديم ديال بدايه الشوط الثاني. هدف رابع اللي كيسجل هو اللاعب موسى كيسجل هدف جميل بعد تمريره عرضيه ممتازه. اللاعب موسى بلمسه جميله كيوضع الكره في الشباك معلنا عن الهدف الرابع لمصلحه فريق اكاديميه جي بي ام اس. الهدف في الدقيقه الرابعه من بدايه الجوله الثانيه. هدف جميل كيرفع به الحصه الاربعه للصفر. قلت مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم في هذا النقل المباشر هنا من الملعب محمد الحبيب الزمراني بالحي الحسني ملعب التاريخي ملعب الشعاع كما يعرف. فهذا اليوم الجمعه 12 ابريل 2024 يوم الجمعه يوم مسائي كتجرى في هذه المباراه هي برسم الجوله 17 من كما قلت من دور الاياب لدوري تشالنج اللي كتجمع بين فريق جي بي ام اس الايفواري بفريق اكاديميه الاتحاد الرياضي البوسكوره. كما قلت ارتفعت حصه في الجوله الثانيه وتسجل الهدف الرابع الفريق جي في ام اس ايفواري في حدود الدقيقه الرابعه من بدايه الجوله الثانيه. وكانت هناك ثلاثه اهداف اللي تسجلت خلال الجوله الاولى. اهداف اللي جات عن طريق
كل من اللاعب موسى في مناسبتين في الجولة الأولى، وأيضا من خلال المهاجم سيلا اللي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 23 من بداية المباراة. والآن اللاعب موسى العميد، لاعب المهاري المعي، لاعب كبير، هذا هو الواقع، لاعب كبير، لاعب موسى، ليس عبثا أنه يأخذ إشارة عمادة، وهو كما نقولوا هو الباترون في الفريق، هو الباترون في الملعب، لاعب جيد، وماشي عبثا. هذه هجمة موسى، أنا بحبك يا موسى، أنت لاعب جيد يا موسى، أنت عميد، أنت لاعب جيد جدا يا موسى، كل ما تفعله بالملعب جيد يا موسى، أنا أحييك وأرفع لك القبعة يا موسى. موسى لاعب مهاري، موسى لاعب اللي غيقول الكلمة ديالو إن شاء الله في القريب العاجل. موسى هذا لاعب لا أقول خارق، وإنما لاعب جيد مهاري، لاعب محترف، العميد رقم 10. انتظروا هذا اللاعب، هو وقع لفريق إماراتي، ولكن أنا أنتظر أن يلعب في الدوري الإنجليزي، لا أقول دعبتا، وإنما هذا هو الواقع. لاعب موسى لاعب جيد جدا. موسى يسجل الهدف الخامس، الهدف اللي جاء في حدود الدقيقة أعتقد 10 من بداية الجولة الثانية، وبالتالي لاعب موسى كيرفع الحصة للخمسة الأهداف. أحييك موسى وأعطيك 10 على 10. موسى أنت لاعب جيد، أنت مهاري، أنت لاعب كاللاعبين العالميين كميسي كمارادونا، لاعبين أشولين اللي مروا في كرة القدم العالمية، أنت كذلك إن شاء الله سيكون لك باع كبير في ميدان كرة القدم. أعود للتعليق على أطوار المباراة، وسط الميدان وإلى عند لاعب كريستيان ناموري، بناء جميل، لاحظ هذه التمريرات البينية بين اللاعبين، لاعبين جيدين. تقطع الكرة ديالو كريستيان كيمشي بالكرة ديالو عند لاعب صديقي، تمريرة ممتازة، كتمشي الكرة عند لاعب موسى، أوه موسى كاد يضيف الهدف السادس للاعب موسى. لاعبين مهاريين، لاعبين أكاديمية جيف ام اس الإيفوارية، لاعبين جيدين. الكرة كيبنيوها من الخلف، بناء ديال العمليات كيتم من الخلف من الدفاع مرورا بوسط الميدان ثم إلى الهجوم. والجميل في هؤلاء اللاعبين هما أنهم كيطبقوا الخطة ديال المدرب على بحذافيرها، كيطبقوا الخطط والنصائح والتعليمات اللي كتعطاهم من المدربين ومن الكوادر ديالهم المشرف على الأكاديمية بالحرف. لاعبين ملتزمين، لاعبين ذو أخلاق عالية، لاعبين في الملعب كيأديوا ما عليهم، لاعبين جد. هذه هجمة عند لاعب صديقي عند ماغي، قد فاو تدخل الحارس في مناسبتين، كترجع الكرة عند مرة أخرى عند موسى، ولكن كتصادم عليه وقدمة لاعب كريستيان كتمشي بعيدة على المرمى ديال الحارس الوردي. إذا بعد مرور حوالي 11 دقيقة من الجولة الثانية، 5-0 لمصلحة الفريق الإيفواري، 4 أهداف تمكن من تسجيلهم اللاعب العميد موسى طوغولا، وهدف سجله اللاعب سيلا المهاجم الصريح. هنا غادي يكون تغيير صفوف فريق الإيفواري، غيخرج اعتقد اللاعب موسى، لا ما كاينش هناك تغيير، فقط هناك تعليمات من طرف المدرب السيد كامارا اللي كيعطي تعليمات لعميد فريق اللاعب موسى. ربما غتكون هناك تغييرات، 4 تغييرات غتكون دفعة واحدة، غيدخل كل من اللاعب رقم 9 ديابي
ايضا غيدخل سماسي، غيدخل ايضا اللاعب كادر واللاعب تراوري يوسف، واعتقد غيخرج كل من اللاعب، اعتقد غيخرج كل من اللاعب موسى وايضا ديالو، بالاضافه الى اللاعب صديقي وايضا لاعب كريستيان. بالفعل اربع تغييرات، خروج اربع لاعبين ودخول اربع لاعبين اخرين ربما لاعطاء نفس جديد للفريق، وايضا من اجل ان كل لاعبين ديال الفريق يكون في تنافسيه ويكونوا يلعبوا مباريات ويكون حاضرين بدنيا وايضا ذهنيا وتقنيا في جميع المباريات. كما قلت ان هاد اللاعبين هم مقبلين على مباريات دوليه كبيره هناك بدوله الامارات العربيه المتحده، الدوله الشقيقه، الدوله العزيزه، بمدينه دبي في الكاس النخبه العربيه الدوليه اللي غتشهدها كما قلت مدينه دبي في الفتره الممتده ما بين الثاني الى الخامس من شهر ماي المقبل بحول الله. كرة في الخلف عند اللاعب إسماعيل ديالو، تمريرة ولكن كانت شي طويلة خارج المرمى. مرت حوالي 14 دقيقة من بداية الجولة الثانية، 5-0 لمصلحة الفريق الإيفواري، فريق جي في ام اس أمام أكاديمية الاتحاد الرياضي لبوسكورة هنا بملعب الحبيب السمراني بالحي الحسني. إليك الكلمة زميلي بيرتران. Remplacement donc pour GFM, c'est déjà beaucoup de remplacements hein, qu'on a vécu ici. C'est donc Mamadou qui fait son entrée à la place d'Ismaël. On a vu l'entrée de Samassi, on a également vu les entrées de Djabi, on a vu l'entrée voilà, de... Ils sont... Ouattara aussi est entré. Plusieurs remplacements du côté de GFM's Academy, c'est pour dire que voilà, il faut faire jouer ceux qui sont au banc de touche. Voilà, Samassi, nouvelle entrée. Samassi. Deuxième ballon reçu. C'est un but, c'est donc pratiquement le sixième but de GFM's Academy réalisé par Samassi qui n'a pas vraiment attendu, qui a joué première intention et voilà, il met KO l'équipe de Bouskoura, l'Académie Bouskoura, 6-0 en faveur de GFM's Academy. Le match est complètement plié. On ne voit pas comment l'équipe de l'Académie Bouskoura pourra revenir dans la rencontre. On ne voit pas. On ne voit pas du tout. Elle manque de ressources. Elle manque même de créativité. Elle manque d'envie. C'est une équipe qui se cherche hein, depuis le début de cette rencontre, l'équipe de l'Académie Bouskoura. Voilà. Ça fait quand même un coup franc. Un coup franc pour l'Académie Bouskoura, alors que voilà, on voit Keita en train d'aller vers le banc de touche, notamment les consignes de l'arbitre, voilà, qui lui demande de trouver voilà, des protèges. Oui, heureusement le fair play, hein, le fair play, l'adversaire lui a donné des protèges et c'est ça aussi l'esprit du fair play. Hein. Bravo les enfants. Bravo les enfants. Il allait au banc de touche de l'Académie Bouskoura et il a pris une paire de protège tibia pour pouvoir jouer. Félicitations à l'équipe de l'Académie de Bouskoura pour ce geste. Allez, 6-0, on revient dans la rencontre et c'est l'équipe de GFM's Academy qui repart à l'attaque avec Diaby qui va jouer un de ses premiers ballons. Il est tombé. Il se relève quand même, Diaby.
Il manque d'appui, il fallait jouer rapidement en soutien pour pouvoir trouver un coéquipier déplacé. Alors, le score est de 6-0. On ne sait pas comment l'équipe de l'Académie Bouskoura fera pour revenir dans cette rencontre avec cette incursion. Le ballon perdu, c'était Sidiki qui était à la manœuvre, qui a failli, n'est-ce pas, aussi aller marquer son but dans cette rencontre. 5,50 m pour l'équipe de l'Académie de Bouskoura qui va essayer de ressortir le ballon au milieu de terrain. Samassi va se battre, mais il ne peut pas. L'attaquant de Bouskoura, l'attaque est complètement molle et désorganisée parce que là, ils sont trois sur le ballon, mais personne n'a pu récupérer ce ballon du côté de l'équipe de Bouskoura. Defiance Academy va donc relancer le jeu. 6-0 pour Defiance Academy. Le match est complètement plié. نعم ستة أهداف مقابل صفر لمصلحة فريق الإيفوار جي في ماسا. هذه هجمة قد فاول. هدف جميل قد فقوية ديال أعتقد اللاعب وترى يوسف لكي يتمكن من تسجيل الهدف السابع في حدود الدقيقة 17 من بداية الجولة الثانية ولكي يرفع الغلة والنتيجة وكتصبح حصة كبيرة وكبيرة جدا. كما قلت منذ البداية قلت بأن المباراة تكون ممتعة وشيقة وتشد أهداف غزيرة وغزيرة جدا وبالفعل هذا ما كان. 7-0 بعد حوالي 16 دقيقة من نهاية المباراة لأن المباراة ربما الحكم أجراها في الحكم السيد محمد قطار أجراها في نصف ساعة في الجولة وذلك بسبب ما كاينش انعدام لا نقول انعدام ولكن ما كاينش الأضواء الكاشفة من أجل أن المباراة تلعب في 45 دقيقة والآن كما كتلاحظوا بأن يعني أن الأجواء أصبحت بعض الشيء أو الملعب هنا بمنطقة حي حسني أصبحت الرؤية يعني بعض الشيء قليلة بسبب سقوط الظلام وبالتالي ما كيناش هناك إنارة والأضواء الكاشفة من أجل أن المباراة تعطاها الوقت الرسمي ديالها اللي هو 45 دقيقة. المباراة كما قلت هي مباراة جميلة ومباراة نظيفة وما كايناش هناك روح رياضية كبيرة وهناك منافسة شريفة بين الفريقين لا فريق إيفوار جي في ام اس ولا فريق أكاديمية الاتحاد الرياضي بوسكورة. مباراة كما نقولوا نظيفة مباراة فيها روح رياضية مباراة اللي فيها السلامة ديال اللاعبين وحتى الحكم السيد محمد خطار هو يدير المباراة بشكل جيد والملاحظة الملاحظ هو أن ما خرج حتى بطاقة ما خرجتش يعني تحت لاعب ما تعطاته أي بطاقة صفراء أو حمراء لهذا اللي يدل على أن المباراة كتمشي بطريقة جيدة وبطريقة سلسة وحتى الحكم هو مرتاح السيد محمد خطار هو مرتاح في تأدية الواجب دياله فهاد المباراة ويؤدي المباراة بشكل عادي وبشكل جيد مرتاح كما كنقولوا ومستمتع هو الآخر. نعم هو الآخر مستمتع بهاد المباراة كتشد حدود 7 أهداف وكانت عندي واحد دردشة خفيفة ولا دردشة في واحد الوقت وجيز بيني وبين السيد الحكم محمد خطار واللي تحدثنا فيه على مجموعة من المسائل الرياضية الجميلة أيضا هو المعجب بهذا الفريق الإيفواري وفي مستملحة قلت لي بأنك السيد محمد خطار خلال الجولة الأولى ما أعلنتيش على ضربة جزاء لمصلحة الفريق ديالنا فريق أكاديمية جي ام اس. كان الجواب ديالو جواب مقنع بأن ما كانش هناك خطأ يعني الحارس قال لي بأن بالحرف الحارس بأنه كان هو السباق لضرب الكرة قبل من المهاجم الحارس الوردي حارس مرمى فريق أكاديمية اتحاد رياض بوسكورة كان هو اللي سبق الكرة وضرب الكرة هو الأول عاد اللاعب أعتقد سيلا وصل متأخر الكرة وكانت كان تصادم لم يكن هناك ضربة إنما كان تصادم بين اللاعب والحارس هو ما خلاش إنه ما كانش فيها هناك ما كانش ضربة جزاء وبالتالي ما أعلنش على ضربة جزاء وأعلن على استمرار اللاعب وكان بالفعل كان جواب مقنع بحيث أنه كما قلت الحارس كان هو السباق لضرب الكرة والرمي ديالها
الحمل. أعود للتعليق على أطوار المباراة بعد مرور حوالي 20 دقيقة بالضبط، 20 دقيقة من الجولة الثانية. دائما 7-0 تمريرات، وكأني بلاعبين فريق شفاء ماس في حصة تدريبية وفي مباراة إعدادية، تمريرات قصيرة بين اللاعبين. أعتقد بأن لازم على هذه هجمة ديال فريق بوسكورة، ولكن الكرة كتضيع. قلت بأنه لازم على الأكاديمية الاتحاد الرياضي البوسكورة، لازم على أن يكون هناك عمل، وعمل قاعدي، عمل يكون بشكل دائم ومستمر على المسؤولين على هذا الفريق، أنهم يعملوا ما في الجهد ديالهم من أجل تحسين الصورة ديال هذا الفريق، لأن فريق منطقة ديال بوسكورة أعتقد هي منطقة تعج بالمواهب الكروية الرياضية هناك، مع الأطر والمدربين بمنطقة بوسكورة، وصقل العمل على التدريب وصقل هذه المواهب، لأن منطقة بوسكورة أعطت العديد من اللاعبين اللي لعبوا في مستوى عالي، سواء بالأقسام أو البطولة الاحترافية أو أيضا بأقسام الهواة. هناك العديد من اللاعبين ديال منطقة بوسكورة اللي لعبوا بالقسم الأول وبالقسم الثاني، وأيضا بالأقسام ديال الفرق اللي لعبت في الهواة. أعود هذا فقط، كنت في تحت القوس فقط رسالة للمسؤولين على الشأن الرياضي بالمنطقة ديال بوسكورة، أنهم يعملوا على تطوير الكفاءات وتطوير الفرق وتطوير أيضا اللاعبين، لأنه كيبقى في الأخير هو عمل من أجل مصلحة الكرة الوطنية بشكل عام، وتطوير الكفاءات واللاعبين المغاربة. كرة في الجهة اليمنى عند فريق اتحاد بوسكورة، والكرة كتمشي لتماس. تماس غينفذو لاعب وطرة يوسف، كيعاد الكرة للخلف عند ناموري أو إسماعيل. لاحظ البناء ديال الفريق الإيفواري من الخلف، تمريرة طويلة ولكن كتمشي فقط عند الحارس الوردي، حارس مرمى فريق اتحاد الرياضي لبوسكورة. كرة في الجهة اليسرى الآن، كما قلت الرؤية بدأت كتحجب الظلام، كيخيم على الملعب ديال بوسكورة، أو عفوا ديال ملعب حي حسن، الملعب الزمراني. هذه هجمة لفريق بوسكورة من الجهة اليسرى، اش غيفعل هذا اللاعب؟ كيحاول يراوغ، كيعيد الكره للخلف، تمريرات ممتازه وتسلل. بالفعل كان هناك تسلل، الحكم سي محمد خطار عندنا على تسلل. بالفعل جميع القرارات ديال الحكم كانت قرارات صائبه، قرارات كما نقولوا ما صابش ادنى احتجاج عليها او لا. حكم جيد. كرة طويلة، لاعب ديابيل يكون في الثمين، قطفة والحارس، حارس الوردي دخل القطفة اللي كانت ربما اعتقد لاعب ديابي مهاجم اكاديمية جيرمان. قطع الكرة في وسط الميدان، صماسي قطع منه الكرة، قطع لاعب حسناوي هذا الصغير جميل، لاعب حسناوي وتقطع وطرة. ناموري، مامادو وسط الميدان، كادر وطرة من جديد، ديابي، لاحظ ديابي فين جا، ديابي تمرير ممتاز عند وطرة، والتمريرة ديال اللاعب يوسف وطرة ما كانش بشكل جيد، وتقطعت من المدافعين ديال فريق اتحاد بوسكورة. كتبقى هجمة عند لاعب صماسي، والمدافعين كيدخلوا كيرميو بالكرة. دائما الكرة على ضغط من لاعبين ديال فريق أكاديمية جيفيميس،
في الجهة اليسرى وترى يوسف سامسي وترى كيراوا عند ديابي لاحظ ديابي في الجهة الثالثة يرق ثلاث مدافعين وقذفه آه. والعريس الوردي مرة أخرى كيتدخل اللاعب ديابي يريد تسجيل هدف لاعب رقم سعود كرة في وسط الميدان عند إسماعيل في الجهة اليمنى مامادو مامادو التمريرة بينية والحكم كيعلن على ضربة خطأ أعتقد لمصلحة فريق الاتحاد مشكورة هناك بعض الرياح هذه الأونة وأيضا الملاحظة هو أن الملعب ديال محمد خير الزمراني هنا في الحلقة الثانية لازم أن تكون في هناك إصلاحات لأن الأرضية ديال الملعب أرضية يعني اللاعبين ما كيما نقولوا كيضربوا كيظلم اللاعبين اللي كيسقطوا على الأرضية بدون مضرب أنهم يحاولوا المراوغة أو الجري كيسقطوا بسبب أن هناك أن العشب الصناعي بالدارجة كيظلم لذا لازم على هذه هجمة وهدف ثامن لمصلحة فريق جي في ام اس هدف اعتقد يسجل هو اللاعب كادر هدف ثامن كل حصة كترتفع ثمن الاهداف فريق اكاديمية جي في ام اس فريق قوي اللي كينتصر دائما في كل المباريات باهداف غزيره 8-9 فاحد المباريات انتصر ب 11 هدف اليوم ها هو كيحقق 8 اهداف في 6 اهداف انتصر على فريق الرجاء 6 اهداف لصفر ايضا انتصر على فريق هذه هجمه انتصر على فريق ريال موروكو هناك بمنطقه عين السبع 7 اهداف ايضا العديد من المباريات ديالو كتشهد غزارة في اهدافه واللاعبين ديال المهاجمين لاعبين من كما نقولوا ليس فقط تقب العديد من الحفر ليس تقب وانما حفر خصوصا في الجهه اليمنى من المكان اللي كنعلقوا فيه على المباراه من المنصه الشرفيه المكان اللي كنعلقوا فيه على المباراه من الجهه اليمنى هناك العديد من الحفر ومن على الخطوط اللي تخاص بها العشب الاصطناعي لذا لازم على المسؤولين على الجماعيين انهم يخصوا واحد الميزانيه من اجل اصلاح الملعب مباراه وسط الميدان وي لاعب صماسي هو تدخل الحارس الوردي يدخل من بداية الشوط الأول من المباراة 8-0 ربما الحكم ما غاديش يضيف وقت كثير وغيعلن على نهاية المباراة إليك الكلمة زميلي بيرتران أو ربما سأكمل التعليق على المباراة أدفع الميدان وفد أثناك إعلن الحكم السيد محمد الخطار على نهاية المباراة اللي جمعت بين فريق أكاديمية جي في ام اس بفريق أكاديمية اتحاد الرياضي بوسكورة هنا بملعب الحبيب الزمراني بالحي حسني بانتصار كبير جدا لفريق الإيفواري بثمانية أهداف لصفر إلى ذلك الحين إلى اللقاء متابعينا مشاهدينا الكرام وإلى مباراة قادمة وإلى فرصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
C'est donc terminé, hein, c'est donc terminé cette rencontre, 8 buts, hein, 8 buts à 0 en faveur de GFM's Academy. Le match s'est achevé, GFM's Academy remporte donc son match face à l'Académie, l'Académie de Bouskoura. Donc on se retrouve tout à l'heure, certainement peut-être hein, pour quelques réactions rapidement. A plus tard sur la même chaîne. GFM's TV. السلام عليكم متابعينا المشاهدين الكرام. في هذه التصريحات التي تعقب المباراة اللي جمعت بين فريق أكاديمية GFM's بفريق أكاديمية الاتحاد الرياضي البوسكورة هنا بملعب الزمراني. يحضر معي كل من السيد حسن الزاكي مدرب فريق اتحاد الرياضي لبوسكورة، وأيضا لاعب الهاشمي ريان لاعب فريق اتحاد الرياضي لبوسكورة. مرحبا بكما. الله يبارك فيك. سؤالي سيد حسن زكي، كيفاش شتي اليوم القراءه ديالك في القراءه ديالك في المباراه؟ كيفاش شتي اليوم المباراه اللي جمعتكم ضد الفريق الايفواري؟ السلام عليكم. باش نعطي واحد القراءه بكل صراحه، كنت كنتفرج انا في الفرقه ديال كوت ديفوار، كنت كنتفرج من فرقتي. بان لي الفريق منظم بواحد الطريقه حسنه. الحوايج اللي كنقلبوا عليهم، الحوايج اللي كنقلب باش نشوفوهم داخل البطوله الوطنيه. بكل صراحه هذا النموذج بلاكا هو اللي كنحبوا. ثانيا انسان اللي ما عندوش حب ديال الرياضه غير يبعد من هذا الميدان هذا، وهذوك الدراري راه تقليد، وخصنا نقلبوا على ذوك النماذج. حنا دابا حنا كنديروا، حنا كنمشيو نقلبوا على لعابه مثلا خارج الوطن حتى هما بغيرها، ولكن عندنا هنا اوطو، عندنا هنا عندنا واحد الماده الخام عندنا هنا اللي خاصها تستقل. وهذا النموذج هكا بكل صراحه عجبني. انا وليت كنتفرج في الفرقه اكثر من كنتفرج فيها. الناس منظمه، كيفاش كيبداو؟ كاين لا غوت لا سطاع لا والو، كيتبكيش ما كاينش الباس باس، كونترول كونترول، ملي كيبغي يعطي ملي كيبغي يمشي للفاسو بيت كيتم غادي. فرقه منظمه، الله يعطيكم الصحه بكل صراحه. حنا بكل صراحه حتى حنا عندنا فرقه غادي حنا تبهد من نفس الطريقه. كنتمنى انني نوصل على الاقل لهذا المستوى اللي واصلين ليه هاد الدراري هذا، والله يسمى بكل صراحه. وهاد الناس هذا كيبان لي واحد النهار غتشوفهم فرق كبيره ان شاء الله. بكل صراحه هاد النموذج خصنا الانسان يحتذى به ويمشي عليه بكل صراحه. بين قوسين استاذ السي زكي، بان هناك ثلاث لاعبين من فريق اكاديميه اللي هما وقعوا عقود مبدئيه مع فرق اماراتيه، دابا انا وقريب في شهر ماي ربما غيلتحقوا هناك بالامارات. وايضا هناك دعوه رسميه من الاتحاد الاماراتي لكره القدم لهذه الاكاديميه باش غتشارك ان شاء الله في الفاتح من ماي في كاس النخبه العربيه هناك بدوله الامارات. اذا ما كذبتش انا اخويا. نعم. خويا نعم. انا راه عندنا تجربه في هذا الميدان. نعم. هذا. نعم. ومني كتخدم مع الفئه الصغرى كتبدا تعرف الكبير اش خاصو. نعم. كتشوف الى اللعيبه منظمين، لاباس خصو يتعطى فيها كا لي. نعم. تريونجل داك الشيء. نعم. غادي منظم بكل صراحه. نعم. الله يعطيكم الصحه بكل صراحه. بالنسبه لينا حنا كنقول لك واحد القضيه، حنا دابا حنا كالناس ديال المنطقه خص الناس ديال المنطقه يهتموا بهذه الفئه الصغرى. هذا هو السؤال اللي بغيت نسولك بها. شنو هي الرساله ديالك اللي كتوجهها للمسؤولين على الشأن الكروي هناك في منطقه بوسكوره؟ اللي الناس مسؤولين، الناس ديال المنطقه خصهم يعطيو واحد الاهتمام لهذ الفئه. اول. نعم. حاجه باش غير واحد المساله، حنا الرئيس ديالنا الله يعطيه الصحه بكل صراحه دير واحد المجهود ديالو سميتو، لانني انا باش نكونوا الاكاديمي ديالنا حنا كنكريو تيرانات، وحتى حتى حتى الوقت اللي كتخدم فيه مع اللعاب ما كافيش. نعم. سمعتيني، ما كتاخذش حتى الوقت ديالك. عندنا واحد الوقت صغير الدري ما كيوقتش حقه، والاخر واخا كاين داك الشيء غير بحال كنديروا غير الوزير، ما كنديروش حنا. نعم. الايليت اللي عندنا حنا باش ياخذوا حقهم راه ما كياخذوش. حنا كنقول الناس الساكنه ديال المنطقه يحاولوا يوفروا لنا شي ملعب. الساكنه غير ماشي حنا، علاش كنقولوا؟ حيت ملي كنقولوا الرياضه غادا بواحد القطيره، غادا بواحد السرعه، حنا غادي تيجي في غادي، حنا غاديين في. نعم. غاديين في بحال كنقول لك بهذا المفهوم هذا بين قوسين كنقول غاديين في كرويله. نعم. ما يمكنش خصنا نضاهيو المستوى تبعو. الطريقه اللي غادا بها الجامعه الملكيه المغربيه الله يعطيهم. نعم. تاهما غاديين في واحد الطريقه مزيانه، خصنا نضاهيو. وهذوك الوليدات غدا ولا بغدا ملي كنقولوا الناس المنطقه، حنا ملي كنقولوا على المنتخب الوطني هذوك الوليدات اللي كيكونوا في اي منطقه راهم وليداتنا. نعم. باش كنقولوا حنا الى الناس عطات واحد الاهتمام بالنسبه للمنطقه ديال بوسكوره، اولا كنبعد من المشاكل اللي هي خايبه، كتعطيه مثلا اللعاب اللي كيهتم كره القدم. ملي كتكون كره القدم كتبعدهم بزاف من المشاكل. نعم. اذا ملي كنقولوا فوالا، اذا ملي كنقولوا على الاقل هذوك الناس راه كاين، ما كاينش غير كاين حوايج اخرين مهمين سيتو في الرياضه. والرياضه دابا مادام قاطره غاده مزيان في المغرب خصنا نعاونوهم حتى حنايا، خصنا نزيدو. كنتمنى من الناس. نعم. ديال المنطقه يعاونوا داك الفرقه
ومثلا واحد اش نقول لك واحد التكلفه تقريبا واحد 10 ولا 12 مليون كتمشينا غير في التيرينات. علاش دوك 10 ولا 12 مليون ما ناخذوش بها ماتيريال نخلصوا بها لعابه نديروا بها بزاف د الحوايج ويعاونوا الناس ديال سميتو يعطيونا التيران يعطيونا التيران حيت ملي كيعطيني التيران كتعرف اش دير للدري. الدري مثلا قدر تخدم مع انديفيديال ملي غتخدم مع انديفيديال كدير لا فورماسيون كيفاش خصها تكون كيفاش خصها تكون. انا ماشي اللعاب كناخذ داكشي اون جروب كنجمعو كنبداو نضاربو كنبداو نتجاراو وزيد واحد داكشي ما كافيش. اللي كافي ان الخدمه ملي كنقول الخدمه هي هي سبيسيفيك باش نخدم مع الدري سبيسيفيك كيخصو الوقت وباش كيخصو الوقت خصني التيران والتيران وخص الارضيه. كنتمنى من الله الله يهديهم ويعاونوا دوك وليدات راه مو وليدات قبل ما يكونوا وليداتنا والله يسهل الامر ديالك. شكرا شكرا سيد زكي على التصريحه ديالك. الله يبارك فيك باخ. نعم نكمل التصريحات. يحضر معنا اللاعب ريان الهاشمي هو لاعب فريق اكاديميه الاتحاد الرياضي بشكوره. اليوم ريان كيفاش شفتي المباراه جمعتكم بالفريق الايفواري؟ كان بسم الله الرحمن الرحيم كانت مقابله جيده ونقيه. لاعب الفريق الاخر لعبوا كره دوروا علينا كره بمعنى نعم ويستاهلوا يكونوا في فرقه عالميه كيديروا شي لعب ما كنشوفوش حتى في البطوله. نعم فعلا فعلا فعلا. وبالنسبه لنتوما شنو اللي خاصكم نتوما كفريق ديال الاتحاد الرياضي البشكوره؟ شنو اللي خاص شنو اللي خاص اللاعبين ديالو شنو خاصهم؟ خاص المسؤولين يديروا لنا التيران خاص ما عندناش التيران كنترينيوها في كنكريو التيرانات ومده قليله بزاف. نعم خاص المسؤولين يديروا معنا حل. نعم نعم كاينين كفاءات في البشكوره كاين كفاءات كاين كفاءات بحال الدري اللي كنلعب حدا كبير. نعم عيطت عليه المنتخب ديال إيكانس. نعم جيد. اللي فقط خاص هو العمل وكون التيران العمل وتكون الخدمه. كنت كنا مده الساعات كثيره تكون ماشي قليله كاملين اللاعبين كتمدرسوا كاملين كاملين كنقرا كنت ديروا رياضه ودراسه. الله يوفقكم شكرا لك والى اللقاء في فرصه مقابله. كان هذا التصريحات ديال السيد المدرب وايضا اللاعب الهاشمي ريان. الى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله. GFM TV.